فيما يخص الأشقاء الخليج. أنا عايز أقول لك ودي فرصة إن أنا أوجه الشكر ليهم إن هم تحركوا معانا من غير يعني نطلب منهم ده. صحيح. طيب إحنا بنحاول نعمل إيه من جانبنا بقى؟ بنقول إيه؟ طب ما تيجوا نخلي الوداع ديت استثمارات. اتعمل دعم لمصر من الأشقاء في الخليج؟ الأشقاء تفهموا وانتبهوا للمتطلبات. لولا تدخل الأشقاء العرب، الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات لم تكن لمصر قائمة حتى الآن. الطبيعي والمعروف إن الدول لما بتمر بأزمات بتلجأ لحلفائها علشان يدعموا اقتصادها، وده مش عيب. والدعم ده بيكون عبارة عن نوعين، دعم لوجستي ودعم مادي. وده باختصار اللي حصل مع مصر من ساعة ما السيسي وصل للحكم، واللي بلغت فيه قيمة الودائع الخليجية أكتر من 28 مليار دولار، أنقذت حرفياً الاقتصاد المصري ولا زالت. بس المهم بقى، هيحصل إيه لو الدول دي صحيت الصبح قالت معلش والله إحنا محتاجين فلوسنا؟ طب هل دول الخليج سايبين ودائعهم دي جدعانة كده؟ ده اللي هنعرفه معاكم بالمختصر. قبل وصول السيسي للحكم حوار الودائع ده ما كانش أزمة كبيرة قوي، يعني النظام ساعتها كان بيكفي احتياجاته ومتطلباته من العملة الصعبة بالموارد الموجودة مع شوية قروض خفيفة كده يسد بيهم العجز. لكن ومع وصوله الموضوع اختلف، مصر ما بقتش محتاجة العملة الصعبة عشان تكفي احتياجاتها وبس، لا ده السيسي كان جاي بشوية كباري وقصور وعاصمة جديدة شفطوا العملة الصعبة حرفيا. وعشان يعالج الموضوع ده لجأ للقروض، وبما ان المشاريع اللي عملها مش منتجة ما بيجيش منها عائد يعني الدولة تسدد منه اقساط وفوائد الديون، فكانت النتيجة اننا بقينا نستلف عشان نسدد الديون القديمة. طب انت بتشتغل ازاي؟ هستلف تاني. السيسي بدأ يلجأ لحلول تانية زي الودائع الدولارية اللي وفر منها العملة الصعبة اللازمة لخدمة الدين من ناحية، واللي تسند السيولة الدولارية في البلد من ناحية تانية. طب الودائع دي اصحابها سايبينها كده مش بيطالبوا بيها يعني؟ طبعا لا، الودائع ليها موعد استحقاق المفترض الدولة ترجع للناس دي فلوسها فيه. لكن اللي حصل مع مصر ان الأزمة مستمرة بسبب الصرف زي ما قلنا على مشاريع السيسي، وبالتالي ما عندناش مساحة نديهم فلوسهم. فساعتها السيسي بيطلب من الدول دي تمدد موعد استحقاق الودائع بتاعتها. لحد هنا والأمور تمام، لكن اللي مش تمام بقى هو ايه المقابل اللي بتاخده الدول دي عشان توافق تسيب فلوسها عندك طول الوقت ده. الودائع الخليجية زي ما قلنا بتدخل خزينة البنك المركزي، واللي بتمثل مع شوية دولارات تانية الاحتياطي النقدي للدولة، اللي بيعبر بشكل أو بآخر عن قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته من العملة الصعبة، سواء سداد ديون أو شراء السلع الأساسية اللي الدولة بتستوردها من الخارج، أو حتى تلبية احتياجات السوق والمستثمرين. طب حلو، إيه المشكلة بقى؟ المشكلة إن الودائع الخليجية دي بتمثل 82% من الاحتياطي النقدي لمصر، اللي هو أصلاً كله على بعضه 33 مليار دولار، يعني يا دوب يمشي البلد لمدة 4 شهور ونص، فما بالك بقى لو دول الخليج سحبت ودائعها. كل اللي قلناه ده مخلي السيسي ونظامه مستعدين يعملوا أي حاجة بس الدول دي ما تسحبش ودائعها، بداية بقى من التفريط في تيران وصنافير، مرورا ببيع الأصول اللي شغال أسرع من أي وقت عاشته مصر على مر تاريخها واللي وصل لحد قناة السويس. الموضوع ده ظهر بشكل كبير في المفاوضات مع صندوق النقد اللي موافقش يدي لمصر كارد جديد غير بعد الحصول على ضمانات من دول إقليمية تفيد بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها. مش بس كده، ده الصندوق كمان أجبر مصر إنها تبيع عدد من أصولها للدول دي مقابل تأجيل المطالبة بالودائع بتاعتها لحد سنة 2026. وللأسف الموضوع مش بيقف عند المنافع الاقتصادية، ده بيخلي الدول دي كمان تتحكم في سياسات البلد وقراراتها عشان تبقى هي اللي بترسم سياسة مصر. يعني من الآخر كده الدول دي ماسكة مصر من إيدها اللي بتوجعها، وده اللي مخلي السيسي كل ما تيجي الفرصة يطلع يشكر ويقول جملته الشهيرة: لو ما كانش الدعم الخليجي مصر ما كانتش هتقوم لها أمة.